طبعا اكيد انتم شايفين ان في عنوان الفيديو ان احنا هنشتغل مربع. يعني انا المره هذه هنوريكم طريقه عمل زي المربع هذا، هيكون في اختلاف بس بسيط عنه، بس ان الفكره ان هنشتغل مربع. اوكي سو اللي انا ندير فيه قاعده نشتغل في بطانيه، والبطانيه هذه هتحتاج الى مربعات، فحبيت اني انا ندير كل مربع بروحه وبعدين هنركبهم مع بعض. لو انت حابين تشتغل معي البطانيه فتقدري انت من تو تجهزي وتبدي تشتغلي في المربعات وتخليهم على جنب. اوكي بالنسبه للباترن هنا هي مكتبين نوع الخيط، هذا هو نوع الخيط اللي هم طالبينه، الباوند اوف لاف من ليون براند. اخذت نفس نوع الخيط اللي هم يستعملوه، وبالمناسبه الفانيلي هذا هي انا من قبل ما اشتغلتها في القناه، فلو انت حابه تشتغليها معايا هنحط الرابط متاع الفيديو في صندوق الوصف. اوكي فهم كاتبين انت هتحتاجي لي كتله واحده من الخيط، كتله واحده من الخيط فيها 900، قولي فيها 454 جرام. اوكي سو يا كاتبين هنا هنا مقاس السنارة اللي يستعمل 6، وفي نفس الوقت هنا هي مع الباترن مكتوب ان مقاس السنارة اللي تستعمل 6، فانا هنا هي عندي مقاس سنارة 6. اوكي مش يوم هنوريكم على النوع هضاهي من السنارة، جدا جميل وفيها ضي تقدري تشتغلي بها في الليل وهكذا، ففي فيديو تاني هنحكي لكم عليها. المهم انا عندي هنا سنارة مقاس 6. ايضا شنو هتحتاجي؟ هتحتاجي لي مقياس عشان تقيسي اشغالك وتقدري متاكده ان انت اوكي وصلتي في الاسطر الصحيحه او لا، هو هتحتاجي ايضا الى مقص. اوكي سو انا توا هنشتغل معكم اول مربع، والمربع الاول اللي انا هنديره هندير منه مربعين. اوكي ملاحظه واحده بس، ان كل مربع مفروض يكون الطول والعرض متاع اللي هو الطول او العرض الضلع متاع 18 سنتيمتر اوكي او 7 انش. ف الليفل متاع البطانيه هذا ايزي بمعنى سهل، حتى المبتدئات يقدروا يشتغلوه. اوكي سو هنخليكم مع بعض كده، هنقعدوا مع بعض هنقعدوا مع بعض نشتغلوا كل واحده بروحها. انا هني درت مربعين، هذاهي المربع الاول اللي نحن هنشتغله، هناهي هنشتغله منه 2 وهي غرزه الحصى او الجريت ستيتش. اوكي تقدري تتعلميها او تشوفي مثلا رسومات اكتر من اليوتيوب، بس هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن نبدأ بسلاسل وهنشتغل غرزة نصف عمود ومنزلقة، نصف عمود ومنزلقة، نصف عمود ومنزلقة وهكذا للنهاية. اوكي اوكي يا هنكمل بنفس هذه الطريقة للنهاية. فانا هنجهز الخيط متاعي وبعدين هنجي معكم علشان نشتغله. اوكي طبعا واحد من اهدافي في القناة اني انا نعلمكم كيف تقروا الباترونات المكتوبة باللغة الانجليزية، فهنمشي معكم على الباترون واحدة واحدة بحكم اني انا هنشتغل البطانية هذه كل مربع بروحها، فيكون عندي وقت افضل اني انا نشرح لكم في الباترون. اوكي سو مبدئيا هنا هي مكتوب السكوير رقم 1 الجريت ستيتش ميك 2 ان نحن هنشتغلوا منها 2. اوكي سو اول حاجة سي اتش معناها تشين او معناها السلسلة، يعني هتحتاجي ان انت تديري الا 23 سلسلة. من العادة في كل باترن يكونوا كاتبين الملخص تحت شنو اسماء الخرز. اوكي تقدري تشوفي هذين، طبعا الباترن البريطاني يختلف عن الباترن الامريكي. اوكي في المسميات مثلا عندهم تقريبا الدبل كروشي، هي مش عارف، المهم ان الغرز متاعهم يختلفوا. فمثلا انت تجي هنا هي سي اتش، الدوري هنا هي سي اتش معناها تشين، هنا هي سو معناها سلسلة وهكذا. اوكي سو مع التدريب انت هتتعلمي كيف تقري الباترونات. سو انا هنا مكتوب ان احنا هنديرو 23 سلسلة، فهنجي هنا هي هندير عقدة البداية، هناخد السنارة متاعي طبعا لان الخيط تحسيه، يعني ايفن ذو هم قالوا ان تستعملي سنارة مقاس 6 معاه، لكن لازم يكون العمل متاعك شوية مرخي، يعني ما تقدرش شد الخيط واجد. هنوريكم كيف هتشتغلوا السلاسل، السلاسل لازم يكونوا كيلوز شوية بمعنى مرخيات شوية. سو هنا هني هنجي هذه 1 2 3 4 زي ما انتم شايفين هدنا الغرز، 5 6 7 8
21 22 وهذه 23 وهذا هي الشكل عندي هنا. فزي ما انتم شايفين ما شديتش على الخيط واجد وانا نشتغل فيهن بحيث ان يكون شوي مرخيات نقدر نحن ندخله ونشتغله فيه من جديد. اوكي سو هنا هي المكتوب. اوكي طبعا احلى شيء حقيقة نحب نمشي مع الباترونات المرسومة، بس في حالة ان انت ما عندكش باترون مرسوم هنمشي على الباترون المكتوب، او تقدري تقري الباترون المكتوب وتأكدي من الباترون او المرسوم والعكس صحيح. اوكي سو هنا هي اول ما هنبدو نديرو SL معناها slip stitch، معناها هنا هنا بنديرو slip stitch st معناها stitch in the second chain from the hook. okay so chain معناها سلسلة أو الهوك معناها السنارة. okay فهنديرو غرزة منزلقة في السلسلة الثانية من السنارة، هذه واحد، هذه الثانية هندخل هنهي وهندير فيها منزلقة، يعني هنسحب الخيط من جديد عشان نتأكد اللي أنا اللي درتها صح. فأنت هنهي هتشوفي هذه السلسلة، هذه رقم واحد، هذه السطر الأول، هذه السلسلة اللي نحن تجنبناها ودخلنا في السلسلة الثانية واشتغلنا فيها غرزة منزلقة. بعدين هني مكتوب HDC معناها half double crochet in the next chain، بمعنى نحن هديري غرزة نصف عمود في السلسلة اللي بعدها. فنجينا هني هنلف الخيط وندخل في السلسلة اللي بعدها، هذه نسحب هنلف ونطلع التلاتة مع بعض. اوكي بعدين هنهي القوسين النجمة، هذه للنجمة، هذه معناها ان اللي انت قاعد بين القوسين النجمتين هنا هيتكرر اكتر من مرة. فهنيش مكتوب ان انت هديري منزلقة slip stitch in the next chain، هديري غرزة منزلقة في السلسلة اللي بعدها، وهديري بعدين نصف غرزة عمود بلفة في السلسلة اللي بعدها. اوكي repeat from النجمة. اوكي فانت هتكرري نفس الشيء اللي نحن درناه في الاول. خلينا نشيل هذا على جنب عشان الباك جراوند. فانا هنجي هنهي هنشتغل غرزة منزلقة اوكي، وفي اللي بعدها نشتغل غرزة نصف عمود، اللي بعدها منزلقة وهنا غرزة نصف عمود. منزلقة وبعدين هنهي نصف عمود. وهتكملي بنفس هذه الطريقة لنهاية السطر. علشان تأكدوا ان نحن ماشيين صحيح هنوريكم الباترون المرسوم كيف شكله. هنهي عبارة عن دات السودة، هذه نقطة سودة، هذه معناها منزلقة، بعدين غرزة نصف عمود، منزلقة نصف عمود، منزلقة نصف عمود، وهكذا هنكملوا لنهاية السطر. فأنا هننتهي من السطر هذا ونجيكم. أوكي أنا هنا هي واصلة في النهاية، فاضل عندي سلسلتين، هنا درت غرزة نصف عمود، ففي هذه هتكون غرزة منزلقة، وآخر واحدة هتكون فيها نصف عمود. أوكي تمام سو هذا هي الشكل عندي مبدئيا. اوكي هنجون نشوفوا الباترن هناهي ان لما تنهي هتنهي السطر الاول بغرزة نصف عمود. تمام لو نبي نمشي على الباترن المرسوم ان احنا هنشتغلوا سلسلة وبعدين هنديروا غرزة منزلقة. اوكي وهكذا منزلقة غرزة عمود نصف عمود منزلقة نصف عمود منزلقة نصف عمود وهكذا. فهنجون نشوفوا هنهي نحن طبعا في الأول درنا 23 سلسلة وتجاهلنا أول سلسلة، فبالتالي إن في النهاية المفروض يكون عندك 22 غرزة اللي هن السلاسل وغرز نصف عمود مع بعض. أوكي فهنهي مكتوب التكرار، تكرري السطر الثاني لغاية السطر 26 اللي هنديرو عبارة عن شني سلسلة. هتقلبي العمل متاعك هتشتغلي slip stitch in the next half double crochet، هتشتغلي غرزة نصف عمود في الغرزة متاعة العمود نصف عمود بلفة من السطر السابق اللي هي slip stitch اللي هو غرزة منزلقة. بعدين هتديري half double crochet in the next slip stitch، هتشتغلي في غرزة المنزلقة اللي بعد هتشتغلي فيها غرزة نصف عمود، وهتكرري الشي هذا للنهاية. بس نبدأ العمل هيكون الموضوع أسهل. أوكي سو هنديرو هنهي السلسلة ارتفاع، هذا اللي هديري في بداية كل سطر، هترتفعي بسلسلة هتقلبي العمل متاعك. طبعا احنا هنين هنا بغرزة عمود نصف عمود المرة اللي فاتت، فهندخلوا فيها وهنشتغلوا فيها منزلقة. أوكي هنجي لي المنزلقة من العمود اللي فات أو السطر اللي فات هنشتغل فيها نصف عمود بلفة.
اللي بعده هنشتغل فيها منزلقا. وغرزة المنزلقة هنشتغل فيها نصف عمود، يعني هنا هي منزلقة واللي بعدها نصف عمود، منزلقة واللي بعدها نصف عمود، منزلقة ونصف عمود. وهتكملي بنفس هذه الطريقة لنهاية السطر. خليني نكمل معكم. كي أنا هنا هنشتغل منزلقة، وآخر واحدة هنا هنشتغل فيها غرزة نصف عمود، تمام؟ السطر اللي بعده لما نبدو فيه هنديرو سلسلة، هنلف العمل متاعي، هنشتغل منزلقة في غرزة النصف عمود هذه اللي نحنا اشتغلناها، هنشتغل فيها منزلقة واللي بعدها هنشتغل فيها غرزة نصف عمود، منزلقة ونصف عمود. وهتكملي بنفس هذه الطريقة لما توصلي للمربع. طبعا في الأول قلت لكم إن المربع لازم يكون 18 سنتيمتر في 18، فالمفروض إن أنا لما نقيس هذاهي هيكون عندي 16، علشان لما نزيد الإطار الخارجي المربع هيكون 18. فهنقيس معكم هناهي. للأسف عندي المقياس الثاني ظل يفتح ويسكر بروحه، بس ضيعته لأني أنا جدا محافظة. فزي ما أنتم شايفين هناهي أنا عندي 16، فأنتي هتكملي بنفس هذه الطريقة. ممكن لما توصلي للسطر هنا كاتبين تكرري العمل لغاية السطر 26، ممكن لما توصلي السطر 26 أنتي تلقي إن الشغل متاعك مستطيل، أو تنسي العد. يعني أنا المرة اللي فاتت لما اشتغلت نسيت إني أنا نعد، فكان صعب علي برضو إني أنا نعد الأسطر هلينا، فاللي درت عبارة عن إني أنا قيست عليهن. أوكي، سو أنتي تقدري لما توصلي تحسي روحك إن أنتي وصلتي المربع تقدري تقيسي من فوق هكذاهي وتشوفي هل أنتي فعلا وصلتي لمربع أو لا. أوكي، بالنسبة لي أنا هنهي وصلت لي الطول والعرض المناسب. طبعا زي ما اتفقنا من هنهي عندنا 16، ولو نجو نشوفه هنهي برضو 16. اوكي، فانا هنكتفي بعدد الاسطر هذاهي. حقيقة برضو ما حسبتش كم عدد الاسطر اللي انا اشتغلتهن، ولكن اللي نحنا توا هنشتغله مع بعضنا هنشتغله الاطار. اوكي، سو مش هنقصه الخيط توا علشان نحنا هنشتغله الاطار. ف هنجو نشوف هنا شو مكتوب بالنسبة للإطار. هذا هي الرايت سايد، هاو الار اس معناها الرايت سايد، معناها هذا هي الوجه الصحيح. الرونج سايد هتلقي مكتوب دبليو ار، وهذا هي الرونج سايد. اوكي، سو هذا هي الرايت سايد. مكتوب هتديري هنا هي شنو، هتديري سلسلة وهتلفي العمل متاعك. سو هنجو هنا هنديرو سلسلة وهنقلبو العمل متاعنا. اوكي، بهذا الشكل، تمام. سو بعدين هني شو مكتوب، هتديري غرزتين حشو في اول غرزة في الكورنر اللي هي في الزاوية. فهنجو عند الغرزة هذه اللي في الزاوية هذه، نشتغل فيها غرزتين حشو، واحد اثنين. اوكي، فمكتوب اللي بعد هني نشتغلوا single crochet اللي هي غرزة حشو in the next four stitches في الأربع غرز اللي بعدهن. بعدين هنشتغلوا تزايد اللي هنا غرزتين حشو في الغرزة اللي بعدها، ونكرروا الشيء هذا ثلاث مرات. طبعا لو انتي مش حابة تشتغلي معي البطانية تقدري تديري غرز بس حشو فيهن كلهن، بينما انا علشان اشتغل في بطانية فلازم يكون عندي العرض او المحيط كله متساوي، مثلا 24 24 24 24 وهكذا. اوكي، فلازم ان يكون عندي الشكل صحيح. فمثلا هنا هي لازم يكون عندي الاجمالي الاطار 100 سلقة غرزة حشو، لهن 25 في كل سايد. اوكي، في كل وحدة. اوكي، including the corners ما نعدو اللي هنية ثانية. فلتو انا هندير اربع غرز حشو زي ما هم قالوا، فهذا هي واحد، نمشي اللي بعد هذا هي اثنين، ثلاثة، وهذه
الرابعة تمام. وفي هذي هنديروا غرزة تزايد، يعني هنديروا غرزتين حشو، هذي واحد في نفس الفتحة من جديد ندخل وهندير اثنين. بعدين هنمشي هنا هندير أربع غرز حشو من جديد، واحد خربتها، اثنين، ثلاثة، وهذه الرابعة. وهنجي أنا هنا هندير فيها تزايد، هذه واحد اثنين، غرزتين حشو اللي هما تزايد. هنا آخر واحدة ندير أربع غرز حشو، واحد اثنين ثلاثة أربعة، أوكي. وهنجي لي هذاهي هندير فيها تزايد، هذه واحد اثنين. اللي بعد شو مكتوب هنا هنكرشي هذا، بعدين single crochet in the next five stitches، الخمس غرز الجايات هنشتغل فيهن غرز حشو. فهذا هي، هذه واحد اثنين ثلاثة أربعة، وهذا هي آخر واحدة هنا نشتغل فيها خمسة. تمام، اشتغلت خمسة. بعدين هنا هي كاتبين single crochet in the last stitch from the corner، ان هذا هي اخر غرزة نحنا في الزاوية هنشتغل فيها غرزتين حشو، هذه واحد وهذه اثنين، اوكي. طبعا عندنا السايد هذاهي، السايد هذاهي مش منظم، فاللي يبون نديروه هنشتغل work 23 غرزة حشو evenly spaced across the side edge. فا evenly spaced معناها بالتساوي، انت هتقيمي هيك داهي وين مفروض تحطي غرزة حشو وهتشتغليهم بالتساوي، يعني مثلا هنا هي عشرة هنا عشرة وهكذا، اوكي. فا هتشتغلي مثلا، جي هنا هي هنجي هنا مثلا نقول نبي ندير غرزة حشو، هذي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، وهنكمل بنفس هذه الطريقة لما نوصل لي هنا، أوكي. فلما نوصل هنا أنا هنجيكم، أوكي. طبعا أنا هنا وصلت لي النهاية، عندي 23 غرزة في القسم هذاهي. فهنجي عند الزاوية هذاهي وهنشتغل فيها غرزتين حشو اللي هن هذين الزاوية، أوكي. واللي بعدين هنديره هنا هي مكتوب work working across opposite side of foundation chain، هنشتغلوا اللي هو على الopposite side اللي هو الجهة الثانية المقابلة. فهنشتغلوا غرزتين حشو في الزاوية هذي درناهن، بعدين هنديروا أربع غرز حشو تزايد. فاللي نحنا درناه هنا هي هنكرره هنا هي، أوكي. وبعدين هتجي هنا هي انت هتشتغلي 23 غرزة حشو، اوكي. فكملي بنفس هذه الطريقة اللي نحن درناها، شقدر تشوفي البداية كيف درنا الاطار وتقدر تكملي بيها. بعدين هتديري خمس غرز، طبعا في النهاية خمس غرز حشو عاديات. بعدين هتديري غرزتين حشو 23، هذه المفروض 23 غرزة حشو، اوكي، كروس. فانت تكملي بنفس فطة هذه الطريقة لمدة ثلاث مرات، هديري اربع غرز حشو تزايد، اربع غرز حشو تزايد، اربع غرز حشو تزايد، بعدين هني خمس غرز حشو، بعدين زاويتين حشو في الكورنر او في الزاوية هذه، وهتجي هني هتشتغلي 23 غرزة حشو. وصلت أنا هنهي لي النهاية وعندي هنهي 23 غرزة حشو. فلي هنديره توا هنمشي لأول غرزة هنهي، أول غرزة حشو نحنا درناها، هندخل فيها السنارة متاعي وهنشتغل منزلقة، تمام. واللي هنديره توا هنقص الخيط ونظفه، اوكي. مكتوب هنا هي join with a slip stitch in first single crochet، إن ربطيهن في بعضهم بغرزة منزلقة. نسيت نقولكم في البداية إن أنت هتحتاجي أيضا لإبرة للتنظيف، ف هناخدو ننظفو الجهة هذاهي، اوكي.
اوكي. وهيك يكون عندنا الشكل انتهى هناهي. فلو انت برضو حابة ان تشتغلي معي البطانية فهتضطري ان انت تشتغلي تشتغلي مربع واحد تاني هناهي. وبس هذا هي كان المقطع لليوم. لو عجبك المقطع ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناة اذا كنتي مش مشتركة. لو عندك اي تعليق هنفرح بتعليقاتكم تحت. وتقدري تتواصلي معي على الانستغرام او الايميل او حتى الفيسبوك لو اشتغلتي اي شيء من اشغالي وحابة اني انا نعرض لك في المقطع الجاي. اوكي يلا مع السلامة.